وأكثر ما يثير الحيرة عن الجاكوار أنه يميز ويفضل لحوم التماسيح عن باقي اللحوم. وبالرغم من قوة الجاكوار إلا أن التماسيح قوية للغاية، واصطيادها يلزم الكثير من التخطيط والتفكير. فنمر الجاكوار عندما يفكر في اصطياد التماسيح يتحرك ببطء وخفة عالية، وله استراتيجية قمة في الروعة عند الهجوم على التماسيح، حيث يقوم بالهجوم على التماسيح من الخلف حتى يتجنب عضة التمساح القاتلة. وعنق التمساح من الخلف هو نقطة الضعف لدى التمساح وأضعف مكان في جسم التمساح. وعندما يطبق الجاكوار فكيه على عنق التمساح فنسبة النجاة لدى التمساح ضئيلة للغاية ولا تكن تتعدى 1%.